والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه وأسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ما شاء الله. سالم من ربك؟ الله. أين الله؟ في السماء. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الإسلام. كم أركان الإسلام؟ خمسة. كم أركان الإيمان؟ ستة. ما هو الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. ما هو أول سورة؟ الفاتحة. ما هو آخر سورة؟ الناس. متى نزل القرآن؟ في رمضان. ما هو كلمة الشهادة؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ما هو كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. كم مرة نصلي في اليوم؟ خمس مرات. ما هو الدعاء الخروج من المنزل؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. ما هو الدعاء الدخول إلى المسجد؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بسم الله. ما هو دعاء الأكل؟ اللهم بارك لنا في بلدك لنا وقنا عذاب النار. بسم الله. ما هو دعاء النوم؟ اللهم باسمك موت وحيا. بسم الله. ما هو دعاء استيقاظ؟